جائزة أفضل ممثل دراما لعام 2017. طول الوقت بتتعاملي مع مجرمين، بتتعاملي مع البني آدمين لما بينزلوا لأسفل مستوى من الأدمية، ده كله بيغيرك من غير ما تحسي. نفسي أغمض عيني وأفتحها ألاقي كل اللي ما فيه ده كان حلم. أيوه هو ده يا باشا. أنا عايش ليه لغاية دلوقتي؟ أنا عايز أموت. أنا سلمى العيس. النجم ياسر جلال. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر ربنا وطبعا بشكر الاستاذ ريمون مقار والاستاذ محمد محمود عبد العزيز. يا ريت ارجوكم حيهم تحيه كبيره قوي، لان الناس دي يعني عملت معايا اللي ما يتعملش، وانا بدين لهم بالفضل الكبير بعد ربنا. انا سعيد طبعا بالجائزه. مجله وشوشه مجله كبيره في العالم العربي، وأحمد الهواري من الإعلاميين اللي أنا بحترمهم وبحبهم بشكل شخصي. بس أنا ليا بس تحفظ شوية، أنا يمكن في موضوع الفن بالنسبة لي مسألة الأفضل والأحسن يعني مش مقتنع بيها قوي، لأن الفن ألوان مختلفة وكل واحد وليه مذاق وليه طعم ولون مختلف. طبعا كل النجوم الكبار وعلى رأسهم النجم الكبير أحمد السقا والنجمة ياسمين عبد العزيز اللي قدموا أعمال في رمضان كانت أعمال كبيرة وهم نجوم كبار. أنا بس مندوب بستلم الجائزة دي عن بقية زمايلي النجوم اللي عملوا أعمال كبيرة في رمضان 2017. ميرسي جداً لكم.